الان متواجد في سيتي ووك اللي صدمني قد ايش رهيب رهيب. اسمع انا ما ابغى اتكلم كثير، ابغى افرجكم. انا حاولت اجي في يعني في في اقرب منطقه تجمع بين الاشياء الرهيبه. المشكله انه مساحه مره كبيره 240 الف متر مربع اذا ما خاب ظني. عموما خلوني افرجكم، نقلب الكاميرا خلاص. انتم تعرفوني ودائما معاكم في البرنامج. الان خلونا نوريكم اشياء انتم ما تعرفوها. اي دقيقه، بسم الله الرحمن الرحيم. نمشي هنا يا جماعه الخير، مدخل السيتي ووك. طبعا هنا القريه اليابانيه او مكتوب طوكيو، يعني هم جمعوا اسيا قريه واحده. هنا حيكون في الانمي فيلج. طبعا احنا ما حنروح هنا، مع اني انا نفسي اخذكم هنا، بس حاخذكم شيء رهيب مره. المنطقه المهمه اللي فيها فعاليات جايه هذه الايام، طبعا مجسمات في كل محل، الوان. يعني هنا الاطفال لما يشوفوا الالوان دي اظن رزان تتفق معايا حيهيبروا من قوه الالوان. طيب الان خلونا ندخل شيء اسمه جده لايف. اول ما ندخل جده لايف، شوفوا الوان في كل محل. طبعا مصورين قاعدين يستغلوا جمال المناظر. طبعا بالنسبه للميوزك اللي انتم سامعينها، كل منطقه محطوط لها ميوزك خاصه بيها. ده المنطقه اليابانيه محطوط اشياء ميوزك ياباني. في المنطقه الرعب حوديكم هي، اوكي حوديكم هي منطقه الرعب، فيها اصوات خاصه بالرعب. اوكي طيب خلوني اوريكم. هنا في جلوبال ثيتر، المسرح العالمي. شوفوا هذا المسرح العالمي اللي حيعرض فيه له مسرحيه حبيبتي من تكون للعندليب عبد الحليم. طيب الان في حاجه هنا مره جيده عجبتني صراحه. انت 100% عجبتني مره كثير، اللي هي البين فاكتوري. انت تدخل تعيش تجربه المشاهير. انت كده تكون جاي هنا فجاه تلاقي نفسك تعيش تجربه المشاهير. شوفوا هذا هو البين فاكتوري، 24 ماي حيكون شغال. طبعا منظمين في كل مكان، شوفوا الشباب منظمين في كل مكان مهتمين فيكم، يساعدوك فين تبغى تروح فين تبغى تجي في كل مكان. طيب الان ما شاء الله انا بحاول اني انا افرجكم قدر الامكان كده ماشي بسرعه، لانه ما ابغى انه اضيع عليكم حاجه. الان انا امام، دقيقه نغير اليد، امام المسرح العربي. شوفوا اللي حتنعرض فيه مسرحيه سوبر ماركت. خليني اوريكم هو كده ايه كده. هذا هو، شوفوا هنا مسرحيه سوبر ماركت اللي بتنعرض من ضمن فعاليات موسم جدا. خلوني اخذكم اكثر مكان عجبني يا جماعه. معلش اعذرونا كده، احنا يعني متحمسين نفرجكم. انا لو علي اجري، بس انا في يدي في كاميرا ما ابغاها انه هي تهتز كثير. خليني اوريكم، اقلب الكاميرا دقيقه. شوف نايت، اوكي ما انقلبت. دقيقه، النايت مير. شوف هنا هذه منطقه رعب. انا توي دخلت لعبت لعبه، طبعا هم كانوا بيجربوا اللعبه علي، افتروا فيا صراحه. لكن شوفوا هذه منطقة الرعب. سلام شباب، كيف الحال؟ هذه منطقة الرعب، شوفوا حتى الميوزك حتى كل شيء. هاي خلينا نوري المشاهدين اس بي سي. هاي وكلنا كده خلينا نوريهم. بس هنا واحد من الألعاب، هنا استديو اس بي سي، قناة اس بي سي. قولوا لهم يجوا عندكم؟ ايوه شوفوا شوفوا هذا اللي فجعني. هذا ايوه اهرب اهرب. عندكم شوفوا هذه مستشفى الرعب، هذه مستشفى الرعب شوفوها. شوفوا هذه مستشفى الرعب. وفي هنا مجسم هيكل عظمي، طريقة فمه ذكرتني بزميلنا عبد الله، الله يعطيه العافية. اوكي عبد الله لما يضحك. وهنا ايوه شوفوا المطعم. يلا خليني يعني استنوا دقيقه، انا بدي اختم تقريري بجانب الجميل هذا. عموما يا جماعه الخير، السيتي ووك
تجربة مرة رائعة أنكم تجوها، تجربة مرة جميلة. أنا لسه ما وريتكم شيء، في ألعاب مائية، في منطاد يطير فيك، في أشياء مرة كثيرة هنا، لكن الوقت ما حيسمح لي أن أنا أدور في كامل سيتي ووك. لكن أبا أقول لكم أنه لا يفوتكم أيامنا الحلوة، حتكون حلوة في السيتي ووك وفي كل موسم جدة. لا تتأخروا أنكم أنتوا تجوا، وأتمنى أن أنتوا تكونوا أنبسطوا وتمشيتوا معايا. أشوفكم التقرير الجاي، ما تصل تربزوني.